أهلا بكم من جديد مع هيثم في الصين وسلسلة الحلقات الوثائقية في هونغ كونغ مع الحلقة الرابعة تقريبا أو الخامسة على ما أتذكر. هنتكلم على قطاع الاقتصاد في هونغ كونغ. هونغ كونغ دي ما تيجي تشوف الاقتصاد بتاعها حاجة كده مزعجة، يعني حاجة مقلوبة شوية. يعني لو أنا قلت لكم مثلا يعني إن طبعا أي اقتصاد بلدي قائم على الزراعة والصناعة والتجارة وهكذا، عارفين الهونغ كونغ دي ما فيهاش زراعة خالص، نيفر ولا 1% ولا 1%، حيث تمثل نسبة الزراعة في الدخل القومي 0.1%، يعني 1% من الدخل القومي للبلد. مفيش زراعة خالص. طيب خلاص يبقى أكيد في صناعة. لا، نسبة الصناعة من الدخل القومي في هونغ كونغ تمثل فقط 9% من الدخل القومي للبلد. الله، أمال إيه اللي بيشكل 90% من الدخل القومي لبلد أو مدينة تتمتع بأنها أكبر مدينة تجارية على مستوى العالم؟ المدينة اللي العملة بتاعتها الهونغ كونغ، الدولار الهونغ كونغ بتاعها يصنف العملة الثامنة على مستوى العالم، التي في يعني عايز أقول إيه يعني، لا حاجة هيوج، أرقام كبيرة. أو أنا قلت لكم إن رأس المال العامل تقريبا في البلد أنت بتتكلم في 2.3 تريليون دولار في السنة، يعني تتكلم في 2300 مليار دولار في السنة. مدينة مساحتها 1100 كيلو، عدد سكانها كله لا يتجاوز 8 أو 9 مليون نسمة. إذن أمال إيه اللي مقوم البلد دي ومطلعها في السماء كده؟ تخيلوا، هو اسمه هو قطاع الخدمات، حيث تقوم هونغ كونغ هي مدينة خدمية، خدمات سياحية والخدمات التجارية والخدمات الشحن والنقل، حيث أن هونغ كونغ تصنف في أكبر مدينة تتم فيها إعادة صادر. بالظبط كده تقريبا عاملة زي مين؟ زي دبي كده. يعني هي دبي بتحاول تستنسخ النسخة بتاعت هونغ كونغ وتعمل زيها بالظبط. هو ده اللي دبي بتعمله. ما هي دبي طبعا برضو ما فيهاش زراعة ولا فيها صناعة، هي كلها قائمة على نشاط الخدمات. وده اللي احنا كنا بنأمله، يعني ان في إقليم محور قناة السويس انه يحصل فيه هذا الكلام. لكن الامارات بالتاكيد والله اعلم ما اعرفش ايه اللي حاصل. الامارات طبعا هي مسيطره عليه حاليا في ميناء السخنه وهكذا. لكن خلينا نرجع لهونغ كونغ تاني، ان المدينه قائمه بصفه اساسيه على قطاع الخدمات، والتي يمثل 90% من الدخل القومي للمدينه. المدينه هنا طبعا ميناء هونغ كونغ، عندنا ميناء بحري كبير، احد اكبر الموانئ التجاريه على مستوى العالم، ميناء هونغ كونغ البحري للحاويات والبضائع. ايضا عندنا مطار هونغ كونغ، مطار هونغ كونغ ايضا يصنف احد اكبر المطارات العالميه، اللي بياخد او عنده طاقه يعني زوار تداول زائرين على مستوى العام، بيستقبل حوالي اكثر من 43 مليون زائر سنويا. مطار هونغ كونغ 43 مليون زائر سنويا، ده معناها انت بتتكلم في السياحه مش اقل من 40-50 مليون سائح سنويا. فبتتكلم في ارقام كبيره جدا، ولذلك هنا مصاريف الحياه غاليه جدا. ليه؟ لانها مدينه بالدرجه الاولى هي مدينه سياحيه، ثم مدينة تجارية، ثم مدينة خدمية. ادي مدينة هونغ كونغ باختصار شديد، مدينة سياحية، مدينة تجارية، مدينة خدمية. خدمية تجارية طبعا، يعني خدمات تجارية كلها، وكل خدمات حط تحت الخدمات دي 20 حاجة. دي او اهم ما يميز مدينة هونغ كونغ. انا موجود دلوقتي، ما زلت فيه موجود على الكورنيش اللي هو بتاع شبه جزيرة كولون، في الناحية التانية على طول جزيرة هونغ كونغ ذات الابراج الرائعة والشهيرة اللي انا وريتها لكم. تعالوا ناخد جولة كده بالكاميرا وهي واقفة ونلف كده ونشوف مع بعض. دي جزيرة هونغ كونغ اللي ورانا، اللي هي فيها المباني العملاقة، مبنى الـ HSBC ومبنى مبنى باناسونيك، وادي الـ LG، وادي سامسونج، وادي كل الماركات العالمية، حاجات الشركات العملاقة الكبيرة كلها موجودة هنا في هونغ كونغ. ده الكورنيش او اسمه افينيو اوف ستارز، ممر النجوم. وتعالوا نشوف ممر النجوم ليه سموه بهذا الاسم. خليكم معايا وتابعوا حلقاتي على اليوتيوب هيثم ان شاينا، صفحتي اعملوا عليها سبسكرايب، وخليكم معايا تابعوني مع هيثم في الصين. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.